لأنك حضرتك دخلت مصر. أنا أتكلم عن تقسيم الوش المصري. حلو. تقسيم الوش المصري حصري ما بيتقلدش. تمام. جميل. مليان حزن وسعادة. تقسيم تصميم وإرادة. صادق دايما كالعادة في الحق ما يتلونش. نعم. ولا مانع يكذب برضه. لونه لون النيل وأرضه. تعرفه من طوله وعرضه. بيصلي الفرد بفرضه وبعرقه بيروي في أرضه. أرضه مساوية لعرضه ذلها ما بيتحملش. تلمح في ملامحه الطيبة. والعند في وقت الشدة. يتحمل أي مصيبة ويفكر فيها بحدة. له ضحكة حاجة غريبة بتهون صعب المدة. والصعب ما بيطولش. تقاسيم الوش المصري حصري ما بيتقلش.